الحقيقة لو حضرتك دخلت جوه الكنيسة وشفت حجم التدمير هتعرف ان العمل الشيطاني ده اللي استهدف المصلين العزل في بيت من بيوت ربنا قد ايه كان استخدم فيه متفجرات شديدة انفجار. بص كده على السقف وبص على الأعمدة الخرسانية هيديك تصور هو الشهداء والمصابين كانت حالتهم عاملة ازاي. واحدة داخلة معاها شنطة ركنتها عند جزء السيدات لأن جزء السيدات أكتر جزء متفرتك، الخشب الباب ضرب اتكسر 100 حتة، ركنتها عند جزء السيدات. حصل جيت دخلت الكنيسة لقيت دم وناس مرمية، فحرام اللي بيحصل دوت، اصلا ضباط وجيش ومسيحيين او مسلمين فحرام. الشعب كتير عشان كان فيها 40 بتاع عزا، كان الشعب كتير وعمالين يحولوا في الناس ويطلعوهم بره، الناس نفسهم والناس هاجت من بره، حاجه فظيعه يعني. وانا قاعدين عادي ساعه القداس وخلاص فاضل يعني ابونا في حاجه اسمها عندنا الرشومات بتاعه القداس، كان فاضل حاجه بسيطه. سمعنا بقى رجه جامده، رجه يعني ولا في الافلام اللي انت بتشوفها دي اساسا، وتراب، واتخنقنا بقى خالص. فاحنا افتكرنا في الاكل الصغير الضرب دوت ولا حاجه زي اتضح من هنا، كون ان من هنا وتوصل هناك. وبعدين في البلي الصغير اللي طالع من البتاع اللي انفجرت ديت على العواميد بتاعه الكنيسه كلها، على العواميد بتاعه الكنيسه، يعني دي حاجه متظبطه وداخله وتليفون، فاهم ازاي؟ شماس صاحبي معايا بيخدم معايا، مراته وبنته ماتوا، مراته وبنته ولسه بنته اول سنه في الجامعه. الانفجار حصل في القداس الثاني قبل التقديس، قبل حلول روح القدس، كان قبل حوالي ما ينتهي القداس بنص ساعة، وتقريبا الانفجار حصل في الناحية دي ناحية السيدات، وعدد الوفيات جامد جدا جدا من السيدات، ناس كتير قوي راحت السما النهاردة. مصر باقية والمحبة باقية والوحدة الوطنية باقية، وعمرنا ما نخضع مسلمين وأباط لهذه الحفنة القليلة المجرمة الشريرة. شكرا. نصلي من أجل الجميع ونصلي من أجل هذه الآلام المبرحة للكل بيعانيها. احنا في موقع يعني شوية صعب، لكن المسيح علمنا الغفران وعلمنا السلام، علمنا أن نحب حتى المسيئين إلينا. لازم يتم تعديل الدستور عشان يسمح بمحاكمة اللي بيرتكبوا جرائم إرهابية بأمام القضاء العسكري. لازم يتم على الأقل لو دوت مش متاح يبقى على الأقل يتم تعديل إجراءات التقاضي فيما يخص جرائم الإرهاب عشان يكون في عدالة ناجزة. زائد أنه لابد أن يجرى تحقيق موسع عن الإجراءات الخاصة بتأمين الكاتدرائية، لأن ده خرق واضح جدا لإجراءات التأمين، ثم يحاسب المسؤول. يعني دي جهات متخصصة تجري هذا التحقيق. بقول للبرلمان اللي انا جزء منه ان الاوان انه يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب المصري، يا اما يعدل قانون اجراءات التقاضي بما يعجل بمحاكمه المجرمين دول، يا اما حتى لو الامر يستدعي تعديل الدستور فليعدل الدستور عشان يحاكم اللي بيرتكب جرائم ارهابيه محاكمات عسكريه ناجزه.
ينفذ عملية في بيت من بيوت ربنا ويستهدف هذا الكم من المصلين معظمهم سيدات وأطفال، ده أسوأ من الشيطان. مش عارف أقول لهم إيه، أقول لهم البقاء لله، وأقول لهم إحنا كلنا في الدولة سواء برلمان ولا حكومة ولا رئاسة ولا جيش ولا شرطة ولا قضاء مسؤولين عن إننا نوقف سيل الدم دوت، ولازم كل مؤسسة فينا تعمل اللي المفروض إنها تعمله. ناس كتير قوي راحت السما النهارده.